بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الصباح ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دوجونياك، وقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال سلامة الطيران. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميل يوسف صفر. للتطوير في مجال سلامة الطيران، وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا مذكرة تفاهم لتعزيز مستويات السلامة في مجال الطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دوجونياك. نستكمل هذه الإجراءات في توقيع اتفاقية مهمة عن تحقيق السلامة والأمن داخل الرحلات الجوية اللي منطلقة من دولة الكويت من خلال تنظيم السلوكيات الغير قانونية أو الأفعال لبعض المسافرين، مما يسبب إلى عرقلة الرحلات ويسبب إلى إزعاج المسافرين. هذه الخطوة متقدمة جدا تسبب الحقيقة لدولة الكويت وأيضا محل تقدير من الأياتا، كذلك خلال زيارة سعادة رئيس الأياتا والوفد المرافق معه هناك ترتيب لي ندوة مهمة وورشة عمل لكل القائمين والعاملين في قطاع الطيران المدني من خلال شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية لتعزيز جوهر السلامة والتدقيق السلامة والتدقيق الفني لقطاع الطيران المدني. تهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى توثيق التعاون وتوحيد الجهود من أجل تعزيز مستويات السلامة في مجال الطيران المدني وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال سلامة الطيران. وقعنا مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بهدف النهوض بمستويات السلامة في مجال الطيران المدني وتوطيد العلاقة الاستراتيجية والتي تؤكد نمو حركة الطيران في الكويت. وهذه الاتفاقية تعد الحجر الأساسي للعمل المستمر بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والإدارة العامة للطيران المدني الكويتية. ودولة الكويت ما شاء الله تبارك الله سباقة في أنهم يتأكدوا أنه الأمن والسلامة بما يعني المسافرين وما يعني الشركات الناقلة وكل الجهات العاملة في تفعيل صناعة الطيران تطبق أنظمة وقوانين والستاندرز العالمية، فهذه الاتفاقية حتعطينا ثقة أكثر للعمل المستمر مع هيئة الطيران المدني في دولة الكويت الشقيقة. تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص الإدارة العامة للطيران المدني للارتقاء بقطاع الطيران المدني والالتزام بتحسين سلامة الطيران في دولة الكويت. مجال سلامة الطيران هي من أهداف توقيع هذه المذكرة. من الطيران المدني يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.